السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم، جينا نكملوا على واحد الأمور اللي تخص الاتحادية والاتحاديات المجاورة، منها المغرب ومنها تونس. تونس فاني كي جاية في الطريق، إلا الرجال عندنا ما وقفوش أحسن، يكونوا أحسن رجال ويوقفوا. أما لا حنا نولوا في جونبي نولوا مع الهند مكلاسيين، نولوا في 107 108 نولوا مع الهند مكلاسيين. عقلوا عليا شنو نقول لكم، ديروا حسابكم باللي نقجع. انا قلت لكم باللي المغرب راه يدات كاس افريقيا للشام تاع 2018 2019 اسمحوا لنا بدل 2018 اللي داروا و تاع 2018 داتها من كينيا بالنفوذ وبالقوة المال والرجال، قوة المال والرجال داتها لكينيا، داتها وهي اللي غادي تنظمها وغادي يعلموا عليها في بعض في هذه الايام القادمه. هذه الايام اللي جايه غادي يعلموا عليها، وراني قلت لكم قبل نهار اللي خطت من احمد عطى كيما قال لكم موافقه للمروك باش تنظم. اما انا راني قلت لكم عليها راه في شهر ونعاودها لكم اليوم، راهي فانيك راهي داتها مؤكده وغادي يعلنوا عليها. اما شو الرجال اللي راهي تخدم، وحنا عندنا زاتشي مازال ما سلكش من المدرب، غير يوخى المدرب مازال ما سلكش. 22 مليار مساعدين، 15 مليار، الطبيب 5 ملايير، والاستاذ اللي جابه يقري الكراس يدي 2 مليار. شو دراهم شو انا راني نهدر لكم الهضره بصح عقلوا شنو نقول لكم. مور جونبي ان شاء الله بربي، هذه القنوات تاع الهداف وتاع النهار وتاع الشروق تسيبوهم يهضروا في ظل الهضره اللي نهضر فيها، خاطر راني نشوف الهضره تاع الشروق وتاع النهار، الهضره اللي كنت نهضر فيها في 6 اشهر و 8 اشهر راهي واجده، راهي كاينه يهضروا فيها كاع وراهم يكتبوا فيها بالجورنال، والحمد لله يا ربي خاطر انا كنت نهضر بالحق، كنت نهضر بالحقيقه ما كنتش نكذب عليكم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي كنت نهضر بالحق. اما المغرب راهي تخطط باش تدير تبدل تدير خريطة التعريق، ولازم خاطر علاه كانت مصر هي الاولى في العرب كلاسمون الاولى في العرب والكلاسمون الاولى في الافريك، دات هناك لعبت هناك الجزائر من 2010 وحنا البرومي في كلش. ضروك لازم المغرب تديها، على ذيك راني نقول لكم تغيير خريطة التعريق لازم المغرب تديها، وراهم أموال كبار المخازينة والمملكة راهي تحط أموال باش تفرح ذاك الشعب تاعها، وحنايا يخسروا أموال باش نبكوا، يخسروا أموال هذو الناس باش يبكوا، باش يبكوا هذا الشعب، باش يقلعوا ثقة تاع هذا الشعب تجاه الدولة تاعها، باش يكرهوا اللعاب المحترف، وباش يكرهوا اللعاب المواطن المغترب الجزائري في بلاده، حوسوا كيفاش يبعدوه، خاطش علاه كاين ناس حاقدين، الناس اللي راهم في الغربة، بزاف في التاريخ، بزاف في الصوالح، خلينا ما ندخلوش في واحد الصوالح، خلينا ما ندخلوش حاقدين عليهم. منهم راهم يدمروا في ذاب الشيخ ويدمروا بزاف في بوحنيكه ويدمروا يتكلموا بهذا الكلام خطير، ما ندخلوش في هذا الصوالح، اسمحوا لنا تصرح يدخل في هذا الصوالح، اسمحوا لي راني في مجال كرة القدم. حنايا هذا الناس هما راهم يحوسوا باش يدوا، وغادي نقول لكم ورايحين يدوا كأس إفريقيا تاع اللي في الكاميرون، رايحين يديروها في المغرب. عقلوا شنو نقول لكم ليه، رايحين يدوها ويدوها بالبركه عليهم، خاطر عليه الناس اللي خدمت اللي تخدم راهي تخدم في الوطن تاعها، وحنا رانا نحطموا في الوطن تاعنا ماشي حنايا. هاد الناس هذو اللي راهم يمشوا في كرة القدم هما اللي يحطموا، والساهم يفهمني شنو نهدر، الساهم يفهمني شنو نهدر، وساهمونا شنو نقولوا، حنا ماناش ياتا، حنا ماناش ياتا، فهمونا شنو نقولوا. ونزيد هذا الاقتراح راه يحوس كيفاش يدفع
كما يقول لك قوه الرجال في الفار باش يحصن بلاده مليح كما دارت مصر وكما راهي دير تونس. اما وحنايا رئيس الاتحاديه تاعنا مازال لاهي غير مع الكراس، مازال ما خلصش الكراس ولا هي باش لا هي يطرد فلان ويجيب فلان وينتقد في قرباج. قرباج نعرفوه ستا كومباتون، راجل تاع وقته وراجل في وقته. نتمنى ان شاء الله قرباج يكون واقف لهذا الفساد ان شاء الله بربي، ويكونوا رجال ان شاء الله في الدوله يكونوا واقفين لهذا الراجل ان شاء الله بربي. وتحيه الجزائر، وحنا مع الرجال وما زلنا ناجدوا ونقولوا الحاج محمد راهو هو الاولى في الوزاره تاع الشباب والرياضه، وهو الاولى بالاتحاديه الجزائريه. ورانا ناجدوا باش نشوفوا قرباج ونشوفوا صرار ونشوفوا بدور ونشوفوا صادي ان شاء الله بربي. وصادي نتمنى له في سطيف، والصطيفيه الا بغيتو الالقاب في افريقيا راه صادي فماك، ونيكوسو مع صادي خاطش يبغي الفوتبال ويبغي وفاق سطيف. هذه هي، وتحيه الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيه الجزائر وربي يحفظكم. وتحيه الجيش الوطني الشعبي الجزائري.